باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. اهلا بكم اخواتنا في حلقه النهارده من اسرتي وايقونه في الكنيسه تحت عنوان تساؤلات عن المفهوم المسيحي للجنس. ونحب النهارده نجاوب على تساؤل بيطرح كثيرا وبيسبب مشاكل احيانا، وهو هل الغريزه الجنسيه والعلاقه الجنسيه في حياتنا هي فقط للتناسل ام لماذا؟ في قصه اختباريه كده مرت باحد الخدام، ان كان عنده شاب في الخدمه. الشاب ده كان يعني شاب يعني في طاقه يعني جسمانيه ونفسيه وانسانيه كبيره جدا، و يعني ولما تزوج وكان زواج يعني باختيار متبادل جميل، لاحظ الخادم انه مش فرحان، مش مستريح، دايما متوتر ودايما غضبان ودايما ما بيتكلمش، لكن بيتعامل مع الناس بطريقه هاديه، لكن في توتر واضح جدا داخله. فالخادم اقترب منه وسأله انت اخبارك ايه، عامل ايه؟ فقال له احنا بقنا متزوج من حوالي 6 أو 7 شهور، 6 شهور، وما زلت انا وزوجتي ما فيش بيننا اي علاقة زوجية. قال له ليه؟ هل في سبب مرضي؟ قال له لا، ما فيش سبب مرضي، لكن زوجتي مؤمنة بشيء، إن العلاقة الزوجية هي فقط عندما نريد أن ننجب أطفال، وبما أننا مع بعض من قبل الجواز اتفقنا أن احنا هنأجل الإنجاب 2 3 سنين عشان نبني حياتنا ونفرح ونتفسح مع بعض، فما فيش داعي أن يكون في بيننا علاقة زوجية. وهنا يعني كان إشارة خطر كده قدام الخادم أنه ينتبه ان هذه الأسرة عندها مشكلة، المفهوم الخاطئ، وهو ان العلاقة الزوجية هدفها فقط التناسل. والبعض يعني بيعتمد على ما جاء في سفر التكوين انه يقول كده، وعرف آدم امرأته فانجابوا فلان، عارفة كان ان وهنا كلمة معرفة زوجية هي عرف آدم، او عارفة معرفة في الكتاب المقدس في النقطة دي بذات معناها العلاقة الزوجية أو العلاقة الحميمية. وهنا ظهرت مشكلة. الكتاب المقدس بيعلمنا إيه؟ الحقيقة الجنس والعلاقة الحميمية بين ليس فقط هدفها التناسل، التناسل ده أحد أركانها، وهو عندما يستخدم الله هذه المحبة في إيجاد بشر جدد. ولكن في المفهوم الكامل المتكامل للغريزة الجنسية في حياتنا هي تعبير عن المحبة بين الطرفين. يمكن في الحيوان الجنس في الحيوان تكاثري، أما الجنس في الإنسان فهو محبة اتحادية بين طرفين ينمو في المحبة بينهم بعض، ويجتهدوا انه يعيشوا المحبة بصفة يومية بصفة دائمة في حياتهم، وهذه المحبة بتعبر عن محبة الله لهم ومحبتهم لربنا، ويشعروا ان هذه الطاقة الجنسية التي فيهم هي عطية من الله لهم لكي يؤكدوا المحبة، علشان يبقى مشوار الحياة مشوار فيه محبة حقيقية وفي ثمرة محبة كاملة. الجنس في الإنسان ليس فقط لاستمرار النوع، ولكنه لتأكيد المحبة بين الطرفين. وإذا نتج عن هذه المحبة إنجاب وأطفال تسمو هذه المحبة وتخرج إلى المحبة الأعظم، وهي البذل من أجل أبنائنا. يبقى في بذل من أجل بعضنا البعض، الزوج والزوجة، ثم يتكامل هذا بحياتهم البازلة والمحبة البازلة العطاءة من أجل
ثمرت هذا الحب الزيجي وهو وجود الأطفال. لكن لو لم يكن في الأسرة أطفال، هذا لا يمنع أن يعيشوا بكامل إرادتهم وكامل محبتهم المحبة الزوجية التي تعبر كما قلنا عن حب. لدرجة أن أحد القديسين العظماء في الكنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم قال تعبير جميل جدا لما قريته، يعني استعجبت قوي. قال إيه؟ حينما لا يكون هناك طفل، أفلا يظل الإسنان واحدا فالله؟ إحنا إيماننا أن الزوج والزوجة بيتزوجوا الزواج فالله، والمسيح والزوج والزوجة، بقدر ما الزوج والزوجة بيرتقوا في علاقتهم بربنا بقدر ما يقربهم بعض. عارفين المثلث الحلو اللي بنرسمه ده؟ الله والزوج والزوجة. كل ما الضلع بتاع الزوج مع الله يبقى أصغر وهكذا يقتربوا من الله، كل ما هم أيضا يقتربوا من بعض والمحبة منه. ولهذا كان هذا التعبير اللي قاله القديس يوحنا في صورة تساؤل، حيثما لا يكون هناك أطفال أفلا يظل الإسنان واحدا؟ بالحقيقة يظل الإسنان واحدا، ويمكن أن يتكامل أكثر وأكثر في المحبة الزوجية وارتباطهم بالله. النتيجة أن الهدف الأول للزواج هو تحقيق الحب الاتحادي بين الزوجين، ويأتي النسل نتيجة طبيعية للهدف الأول. ولهذا يجب أن الأسر تصحح المفهوم ده. أحيانا بعض الأسر بعد ما ينجبوا يحصل بعد بينهم في العلاقة الزوجية، وده بيسبب توتر. أحيانا الزوجة تشعر أن خلاص إحنا ما عندنا أطفال، أو الزوج كذلك، ويبتدي العلاقة اللي بينهم تتوتر، بالرغم أن ربنا قال كده: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيره. معناها إيه؟ معناها أن المحبة بينهم تبقى طول الحياة، وليس جيدا أن يكون آدم وحده، ليس بمعنى الوجود فقط، لكن بمعنى الوجود الاتحادي الذي يعتمد على المحبة الزوجية والعلاقة الحميمية بين الطرفين. إذن مفهوم التواجد والتكامل بين الزوجين، لو أثمر أطفال أو ما أثمرش أطفال، لكنه هو يعبر عن إرادة الله في الأسرة أن يكون الإثنان ملتصقان ببعض، وبالتصاقهم يقربهم بعض ويقربهم من الله. ربنا أعطى الإنسان أنه يشترك معاه في الخلقة لما قال كده أن ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض، وهو هدف ثاني للمحبة الزوجية، وليس هو فقط الهدف الوحيد للمحبة الزوجية أن يكون الجنس في حياتنا للتناسل فقط، لكن هو تعبير عن المحبة الشاملة في الوحدة الزوجية والاتحاد الزيجي المقدس بالله ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.